وده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه ورد ودي اسمها بالونه. وده اسمه نطع، اسمه بجح. كل سنة وانت طيبة يا نعمة، النهاردة عيد ميلادك. من فضلك يا بابا سيبني مع صلاح. غريبة يعني، أول مرة تفتكر عيد ميلادي. ده حب ولا خوف؟ الاتنين يا نعم، حب على خوف. متكسفنيش بقى، هاخد الورد عشان بقول والله مرة جاب لي حاجة، بس ماليش في البلالين. بعدين مفيش راجل يشيل بالونه، عيب. بالسلامة انت بقى، مش جيت ووجبت وعيدت عليا في عيد ميلادي؟ طيب ينفع نخرج مع بعض دلوقتي؟ مش هينفع، داخلة نام. طب نخرج بكرة بالليل، هوديكي أول مكان خرجنا فيه مع بعض، هقولك كلمتين اشتريتيهم يا بنت الحلال يبقى خير وبركه، ما عجبكيش الكلام ارميه البحر. ماشي؟ لا، من ناحيه الرمي في البحر مش عايزاك تقلق خالص، مش كلامك بس اللي هرميه، هخليك انت شخصيا تبلبط. عشان ما تمشيش بيها في الشارع، قلت لك عيب. اللي تشوفيه انا شد الباب في ايدك. هتدفع بالدفوع الشكلية اللي انا كتبتها لك في المذكرة وتقدمها، وهتطلب اصليا عدم قبول، واحتياطيا رفض الدعوة، وتصمم على حجزها للحكم. حاضر يا فندم. ما ينفعش كده، ما ينفعش. انت مالك انت؟ وانا داخل بيت ابوك اخطبك. يا استاذ ما ينفعش كده. قول للبت دي تبعد عني بدل ما مد ايدي عليه. انت راجل قليل ادب. سمر، حقك عندي. طيب. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ رافع. حاضر يا استاذ. جرايه يا متر، هو انا بقيت باجي اطلتع بره بالساعتين والثلاثه؟ هو انا لا مؤاخذه بشحت منك؟ انا عاوز فلوس. وطي صوتك واحترم نفسك. حاضر، هوطي صوتي واحترم نفسي. انا بس عندي سؤال، هو انا مش كسبت القضيه؟ طب ما بتقبضنيش ليه؟ قبضني. انت فاهم ان انا هفتح الخزنه عندي وادي لك فلوس؟ دي حكاية إجراءات وبتاخد وقت، وبعدين أنا قلت لك لما هخلص إجراءات هكلمك في التليفون وتيجي تاخد فلوسك، وبعدين ما تفضلش تططني كل ساعة والتانية هنا في المكتب، وإلا هتسمع مني كلام مش هيرضيك. أنا صحتي اللي خلفتني ما بتجيش غير على الكلام اللي ما بيرضينيش. أنا جلدي تخين. في الشارع وأنا صغير العيال ما كانوش بيقولوا لي يا صلاح، كانوا بيقولوا لي يا جبل. بيفهموا. وعشان بيفهموا بقى ادي قاعدة انا بقى مش منقول من هنا لحد ما الاجراءات تخلص والفلوس تحضر. هتقعد هنا 3 4 ايام؟ طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ الطم ولا شلشل ولا ارقع بالصوت؟ يا متر، يا 6 7 8 9 متر، هو ده اللي انا كنت جاي علشانه من ساعة ما دخلت. 3 4 ايام
معاد. ثلاث اربع ايام سهل. بس اوعى تكون بتشتغلني يا متر. اوعى تكون بتراضي حد حبيبك على حسابي وتحوش عني مالي.